طبعا. واسكندرية عانت كتير، عانت كتير قوي صح من العشوائية صح، وعانت من الزحمة. لو احنا اتكلمنا مثلا، لو شفت ربع يوم العيد لما شرفنا فخامة الرئيس والهيئة الهندسية بتشرح وتوضح محور التعمير يعني ايه، فخامة الرئيس بيوجد ظهير صحراوي وزراعي اسكندرية. اسكندرية تكدست وقت كل المباني رأسية، مفيش امتداد افقي لان مفيش مكان. لا دلوقتي اللي بيتم سواء محور المحمودية ومحور التعمير وبشائر الخير والحاجات دي كلها، بنوجد مجال اوسع لاسكندرية عشان تتوسع افقيا. النقل اخباره ايه في اسكندرية؟ نقل تطوير قطاع النقل، المترو الجديد اللي هيتعمل، ايه اللي بيتم؟ خلينا اقول لحضرتك حاجه، انا عندي هيئه نقل عام خاصه بمحافظه اسكندريه، انا اللي مسؤول عنها، ودي اللي فيها الباصات يمكن بس اللي احنا راكبينه ده تبع الهيئه، والترام ترام المدينه او ترام الرمل، وعندنا قطر بوقير ده خاص بوزاره النقل. اللي هيتعمل في مترو بوقير ده شيء عالمي. احنا بنطور وهيبدا عمليه تطوير مترو بوقير بشكل رائع. احنا بنعدل في بعض المحطات، هيبقى قطار اسمه قطار المكهرب، مش عمليه قضبانه بس، لا هيبقى قطار مكهرب، هيتطور جميع المحطات، هيتعدل بعض المحطات من نشيل نلغي محطات وهنحط محطات جديده، كل المحطات هتبقى يعني منتهى الفخامه. القطر ده بيخدم 100,000 راكب يوميا. 100,000 احنا التعداد بالظبط اللي وصلنا من وزاره النقل 87,000، لكن في ايام المواسم دي لا بيوصل 100,000. نعم، فكان لازم يبقى فيه، وده وسيله انتقال حديثة المواطن البسيط. أيوة. الرخيصه. احنا قطر ابو قير التذكره ب3 جنيه من اول محطه لاخر محطه، ولحو هياخد التذكره ذهابا وايابا ب5 جنيه فقط. ده كله ده لخدمة المواطن بسيط. نعم. فأنا عاوز لما أطور أخلي السعر مناسب للمواطن برضو. عشان يبقى إيه، ما أنا هنطور ومن أيوة عشان الناس ما تقولش. التطوير هتتم على مدار 3 سنين ونص، 6 شهور تجهيز و3 سنين تنفيذ. في معوقات قدامنا بنفحصها وبنشوفها، وفخامة الرئيس بيتابعها معانا. اللي هي ايه ابرزها؟ ايه ابرزها؟ ان انا دلوقتي محتاج اوقف القطر ده الثلاث سنين ونص. طيب الناس هتركب ايه؟ هو ده اللي يهمني، لازم ادبر وسيله مواصلات للناس وعلى قد الناس، مش يتزنقوا. يبقى في وسيله مواصلات وتكون بذات الاسعار. التفكير في ايه؟ ايه التفكير في ايه؟ في حلول كتير، 3 سنين كتير قوي طبعا، كتير كتير، وفي حلول. لما طوله قد ايه القطر ابو قير؟ 21 كيلو و7 من عشرة، يعني نقول 22 كيلو ب 20 محطة. لما اجي اوقفه 3 سنين، لا كتير على الناس. صح، احنا محتاجين ندبر وسائل النقل المناسبة للمواطن، اللي هي بتنقله من ابو قير لغاية محطة مصر، او المحطات اللي في الوسط اللي هي المحطات التبادليه. هتكون اتوبيسات ولا ميكروباص ولا ده ايه؟ ده اللي جاري الفحص فيه وجاري الشغل عليه، ويعني ان شاء الله تردديه، يعني تبقى ترددية وتبقى ترددية وبنفس السعر. فلازم يبقى فيه بس وقفة. هتشيل العدد ده؟ ما هتقدر تشيل ده اللي بندرسه حاليا. وعشان نبدا لازم اريح المواطن. انا محافظ اسكندريه معني بالمواطن السكندري. صحيح. نعم. انا يهمني المواطن. نعم. ويهمني في نفس الوقت هذا المشروع العظيم اللي هنعمله، مشروع مترو ابو قير. فاحنا الاثنين يبقى في حاجه هنخلصها باذن الله، وهنعملها بما يرضي المواطن سواء السكندري او من المحافظات المجاوره. نعم. فده كمان هيكون نقل الاسكندريه، لاول مره يكون عندنا المترو طبعا داخل الاسكندريه. خليني اقول لك احمد بيه، لولا محور المحموديه اللي امر بيه فخامه الرئيس، وما كانش حد مصدق انه المحور ده هينتهي. بينتهي فوق القياسي بطول 21 كيلو و6 من عشرة. لأول مرة اسكندرية تشوف كباري، المحور ده عليه 9 كباري جديدة بحوالي 9 كيلو و6 من عشرة. اسكندرية ما شافتش، اسكندرية كلها سطحي. ما شفناش العلوي. نعم. فطبعا المحور ده، ولولا المحور ده كان زمان اسكندريه في ايام العيد توقفت الحركه المروريه تماما. لولا المحور ده كان زماننا في النواه الشتويه اسكندريه توقفت تماما. نعم. انا لما بحب انزل فرق السنه دي
فرق. لما بحب طبعا كتير لما بحب انزل روح المعمورة انا باخد طريق المحمودية في 20 دقيقة بوصل. لو اخدت طريق الكورنيش ممكن في ساعة ونص. انا عندي عشرات الالاف من السيارات اللي جاية يوميا بتقفل الكورنيش بتعمل صعوبة في الحركة المرورية. احنا برضو عاوز اوضح حاجة وضحها في خامة الرئيس يوم 26/12 في 2018 وهو في افتتاح بشير الخير قال انا في طريق الكورنيش بالكامل وفي طريق ابو قير بالكامل. نعم ابو قير انا عاوز اخلق محور ثالث فخلق محور المحمودية. طيب لا انا عاوز محور رابع حاليا. المحور الرابع اللي هو ايه اللي هو قطر ابو قير بيبقى المحور معظمه علوي والسطح ده يبقى احنا فتحنا محور رابع وعاوز المحاور العرضية اللي هي بتقطع الطرق دي عشان تسهيل حركة مرورية. احنا لولا محور المحمودية ما كناش عرفنا نمشي بالبص ده المسافات دي كلها في في دقايق. نعم فده كان طبعا الدنيا بتتوقف هنا كانت طبعا الدنيا بتتوقف والزحام والكورنيش ده ممكن تاخده في ساعتين ونص. نعم لا ما عادش الكلام ده موجود. احنا هنستثني طبعا ايام الاعياد. ايه الاعياد ما ينفعش ان احطها كمقارنة ابدا. انا اخد خمس شهور الصيف اخدهم مقياس لكن ايام العيد دي كان ايام يعني صعبة جدا صعبة على كل المستويات سواء في غرب اسكندرية او شرق اسكندرية. نعم.